والسلام على خير خلفه محمد وآله وأصحابه أجمعين. فصل في أحكام الصداق. فصلك بحث كال باري أو حكم بريالانيك بيوديان بصداقه هي لا صداق شيء على وهو بفتح الصاد أفصحه من كسرها أين بفتحك الصداق على صداقك فصحت لك زائمة عادة ما بكسرك يقولون فليو قول فتحك لكسرك باشتره مشتق من الصدق لا صدق ورجلا وبفتح الصاد بفتح صادك أو شجاع صدق وهو اسم لشديد الصلب باشا بل ناو بوشتيكا بشتي قائمي ببي صلب شيا ورا بفتح صادي الشديد القوي هرش صلب يعني أوا دي شديد الصلب يعني بو شديدة كي ويكا زور شديدة كاتا ويكا زور زور محكم به أو بيران صدق ليس داقة لو أوش باعثي أو بيمانة أبي يعني باعثي سفتو صولبوني أو بيمانة أبي كلبيني جنوب يدايا وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت ولا شرع دا ناوة أو صداقة بو مالك يعني بو ويكوال لياقي سبول بي زير بي مال بي خلاصة واجب ولا سر بياو بهوي شي وبهوي نكاح بس افريتي كي مارا كردوها هر بر اسري مارا كردنكا لسري واجب ويسا بس هو وقت واي اجا تراقبات ونيوي اكا وجه او وطء شبهة يا وطء كي شبهي كردوها يعني بنزاني شو تلا افريتي افريتي كي بهي خوي زانيوا توار ريكا وتوا دعياشي ماري باتي مهر المسر او موتين يا مثلا بالي كابرا مردوه يا شنو كهرو افتش اجاب مريل سربيا واجب ماريه كي اخت ماريه بك سكركيتي ابي تخشي بعنوانيه كي لوارثين شن جنك مردوه ما قال جنك لك سيتر من علي بينا يقدو مي ماريه قرتو بخوي من علي شي بيك شو علي مري قرتو بخوي ولي اجر مثلا بيا وكاب مريل مالي بيا وكاب ماريه وجنبدين بكامري اجر شي نزيكي شي نكربي فزويك ألين شن أجر لميردك جابته نيوي ماري يكي أكوي همينا كوي برل الدخول بوب بو تراقة هنا بمردن بيهرم عقد كرا أجر جابنو همو ماري يكي كوي ويستحب تسمية المهر وما مستحب العقد ناوي ماري يكي ببري لسشان ماري يكي نخو أجر ناوي شين يعني عقد كهر يعني حراري حاصل أبي لكن أنا في عقد النكاح إلى عقد نكاحك ولو في نكاح عبد سيدي أمته باشا أو بال أو أجدابي لنكاح عبد سيدة بأميس أمتي سيدك بابا شو يعني عبدك مثلا سيدك عبدك يخوي بيس باردوك أو كشي أو أمتة أو جاريك هي سيدك يا ليك يا كي معركة مثلا حارمي ولو في نكاح أخا أو بويب لواء أو مترحكا شنك أو عبد بالي دي أو قال واجبي أخو كيشيني شنك أخو عبدك مالك نادا مالك زوجك أيدا وغاية بورد لسر أو كسيك على إنه لا يستحب تسميته في هذه الصورة على لو صورتها مثلا سندنية قال وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبا وعبارة المنهج نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة يعني أجر عبدكي جاريكي أم باب شو كتابة لبين النبي لبين النبي لم يسند ذكره ذكركي أونية سندني إذا فائدة فيه فإنه لا يثبت لسيدي على عبده شيء بل كواتا أذاني شونا أو في نكاح عبد سيدي أها أو عبارة جوريك يعني والسيدك بين أمتك خوي لعبدك خوي مارك أوايا جريانك عبدي شيء هيا وكنيزة شيء هيا كنيزك كنيزك مارك على عبدك خوي هلا ناوي ماري هربيني لحالك خو أجر ماري إيش قرارك هربو سيدك إيه وسي جاريك إيش بينا بره ده وبهندي وتو أنا أول سندني ولا أمهر أنا مستحب ناوي بيني لسر أوايا أو عبارة أوابي شو مثلا نكاح خوي نيازي بفاعل هي فاعل نكاحك عبدك باشا عبد سيدي أها أقر نكاحك يعني قبولي إنكاحي
سيد كأمتك حول مالك قبول بك يعني أمتك مفعول نكاحك عبدك فاعل عبد مزاولاي سيد سيد مزاولتي يتر أوى ولا شن نكاحك مسترع عبدك لفظ بوت مزافل إليه أوى كواتا لو كاتانا وبردني ماري بيويزناك كشي أمر لو كاتا جاهر مستحب ويكفي تسمية أي شيء كان وكافية ناو بردكني هارشتي يقببه ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراهم دراهم برا أونيها السنة كم ترنبي لا درهم لاني كم أنبي وعدم زيادة على 500 درهم خالصة والسنة دوايا زيادة ترنبي لا بينصد درهم درهم خالص تشتيتي تيقلبي وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر وأو قول مصنفا كوت يستحب دربري أويا كإخلاء نكاح خالك النكاح لماري درستة جائزة يعني أكرنا بماري هرنهيني وهو كذلك هروايش لفظك مش عربي ولا واقع هروايش فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد جاء قال لعقد نكاح كاماري هرنا ونبرا عقدك صحيحة وهذا معنى التفويض أما هي معنى التفويض باشا معنى تفويض لا أودا لا صداقة تفويض لنكاء لتلاقي شاهية أو جيوازة يعني مثلا بوشي معنى تفويض لكودانا فإذا لم تكن مفويضة ولم يسمى الصداق في العقد وجب مهر المثلي بنفس العقد وتارة يكون مع التفويض وحينئذ يجب المهر بواحد من 3 أشياء أخذ من كلام المصنف فيما بعد حيث قال وجب مهر المثلي ب3 أشياء تفويض قال جعل الأمر موكولا للغير ومنه فوضت أمري إلى الله ويفسر بالإهمال بلى ولا تفسير كريب إهمال لا أوي يعني عقدك خاليك يا علو ومنه قول سيدنا علي كرم الله وجهه لا تصلح الناس فوضى لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا فوضى يعني ما تفيض يعني أو تقريبا هرجوا مرجوا برجوا بلاوية الدكاتة لرى يعني أو إهمال كردنا لرى منا إهمال أشياء أوجه يعني إهمالي هنا كبوة إهمالي صداقة كبوة ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة حربي كقولها لوليها زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي بل أو تفي ولا جارية صادر دبي لا زوجة لجنك وكخوي بالغ بيو رشيدة بين السفيه نبي يبوليها كي بيجه زوجني بلا مهر ببي ماري مارمك يا زوجني بجي بيجه بلا مهر بل زوجني على ألا مهر لي مارمك لسروي كماري نبي فيزوجها الولي ولي جمع جاربين بزوجين بوشي وينفي المهر ماريك منتفيك أو يسكت عنه لي بيدنق به وكذا لو قال سيد الأمة لشخصي سيدي أمة بشخصي بلا كاك جان وزوجتك أمتي كان ذكي قوم لي مارك ونفى المهر ماريش نوي أو سكت يا لي بيدنق به وإذا صح التفويض واختي كذلك ما التفويض يعني إهمالي صداق درستا وجب المهر فيه ما ريها ارتيا واجب أبي بي 3 أشياء بس يشن وهي أن يفرضه الزوج على نفسه أو أقرشي جنو تيتبا ما ري النبي بلان الزوج لس نفسي خوي داناوة وترل الزوجة بما فرله وجنك رازي ببويك زوجك لس خوي داناوة أو يفرضه الحاكم على الزوج يا حاكم فرزي أكاد سر زوج هاتش لكي دانا ويكون المفروض عليه هو مهر المثلي وأويك حاكم فرزيك مهر المثلة ويشترط علم القاضي بقدره وبعلم قاضي بشده يريب أن نازك يشني بمهر المثلق أما رضا الزوجين بما يفرضه أما رازبوني زوجين بويك وحاكم فرزي كردوا فلا يشترط زوج بيجي زوره وزوج بيجي كم أمانة وجواب ناهته أو يدخل أي الزوج بها يا به واجب به مهر المثلك زوج دخولي بيكر
يعني هناك دخولي فيها كرت يتر أم جارة ماريا كي واجبة به أما تمهر مثل لو كاتا دخولها بها أو هاي مروك أي الزوجة المفوضة قبل فضلي من الزوج أو الحاكم يعني منظور أو يدخل بالزوجة المفوضة يعني منظور بوهايا أو زوجيك كمفوضة يعني خوي بو الرازي بو كماري كي بو ذكر نكرية برلا فرض حبتا دخولك بك برلا فرض به برلا فرض لزوجة ويا لحاكم إن أجر ما تلبو أنت زوج اشتيك كردا أستو يا حاكم لبيني أنا داينا إذا أوكاتا دعيش مثلا تلاقبة ماريا كي مهر مثلني هل ويك قرار يأكلوا فيجب لها مهر مثل وكاتا مهر مثل اللي سنبوها جمع به بوش نكرا سبياوكا بنفس الدخول بخد دخولك ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصحي ويعتبر أكريا أم ماريا بحال عقدك لقول أصحى بل لأنه هو المقترن للوجوب بالوطء وبالموت المناسب بس الشيء برضو يعتبر هذا المهر بحال عقد في الأصحي وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر هم لي معلوم نبو بالي يعتبر أمارية أمارية تبارك لي أري بحار عقدك اعتبارك لي أن المعترى أكثر مهر من الأخ أها لو حرد وعقدك كرا ومهر مثلك الشني أبو أعول نزل جيري أقر دوائي أو كم كايا زيالكا أو حسبناك قولي أصح وإن مات أحد الزوجين أقر كان مردن قبل فرلين يعني نفر سكرابو نواط إشكرابو بدل ومردن وجب مهر مثل في الأزمة مهر مثل قولي أزلا واجبة دوائي أدري بوارسين أجر بياوكا مربي أجر جنكاش مربي أولي أجري اللوارس كانوا والمراد بمهر المثلي منزول بمهر المثلي قدر ما يرغب فيه في مثلها عادة أو أن زي اشتيك كرغبة بيا أكري بيي بو ماريا لمثلي أو كبري رأم خانمة مساء أو نماري هل أجري حاولنا بيي وليس لأقل الصداق حد معين في القلة بو أقل الصداق حد مرتقني لا معين بلا قلة أبلا بآلة وكم ترنوية مثلا ولا لأكثرها حد بو أكثر كشي حد يكي معين إلا كثرته بل الضابط في ذلك ذابت بوأوية أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا يعني هرشتي صحيح بيا بكري بثمن مثلا أشتيكي فيها بكذرية إسا عين بيا منفعة بيا صحيحة بكري بصداقش مثلا بلي بوكار كردن خانمك معركي خانمك مثلا زميني كشاورزي هي عربي شي كي بماري باشا مثلا توش تراكتور هي باشا مالا حموس على زاوية كان يبو داوش يعني لجاتي ماري هو منفعت وسبق أنه يستحب عدم النقص عن عشرة دراهم برامبو استحباب أولا وبر قزلاك ومستحبة لدى درهم كابتر نوية وعدم زيادة على 500 درهم وزيادة نوية لبين صد درهم ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة وجائز ما رشي كالس المنفعة كي معلومة بلك ريو خان وبوتو مثلا كتعليمها القرآن توبيو شوف بيبك القرآن فيرك أو منفعته ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر وساقد بيب بالطلاق برد الدخول يعني كابرا برد ويدخول كطلاق بذا نوي ماري ساقد بي أما بعد الدخول أما دواي دخول ولو مرة وبايك جارج به فيجب كل مهري هم ماريك واجبة ولو كان الدخول حراما أغرتي دخولك حرامج به وكوشي كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها باشا وكو أما مير لاقيشنا كي كان لو حلاك الإحرام دايا كو حرام نبني يعني كانت كان الحيزايا أو وطأ حرامة وليه ماريك في واجبة به
ويجب كل المهر كما سبق وهمو ماريك واجب بوكوتي برمو بموت أحد الزوجين وكي كان ببرن لا بخلوة زوجي بها في الجنة نقبى خلوة زوج لقرجنك لجديد ده مثلا بيكون الذي يكا خوتوية حلال يقبون بوانا أقر بيكون خوتوية برا مطلئة نكر بي ديارة دعي طلاقي با هر نيويك. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها أقر آفرتك خوي بكجي برلا ويكوا بياوك دخولي بيا كرد بيا ماليك ساخت نابي بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها بيتشون يقر زوجك أن أما تبي أخوي كشتوه أو قتلها سيدها قبل الدخول يا بر دخول سيدك كشتوتي فإنه يسقط مهرها وما رأيكي ساقد بنادري بسيدك موافق إن شاء الله.